السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حبايبي طلبة الصف الخامس الابتدائي وأقوى مراجعة للجرامر وحل محافظات. خليكم معانا دلوقتي حبايبي، هنتكلم على إزاي نعمل question بمعنى هل. إزاي نعمل سؤال بمعنى هل يكون في الماضي البسيط؟ إحنا لو سألنا بالمساعد did يبقى السؤال بمعنى هل. طيب عايزين مثال، did you اللي هو ايه يا جماعة؟ الفاعل. did you play cards؟ هل لعبت كوتشينا؟ طيب play هنا ليه ما فيهاش اضافات؟ جت في المصدر علشان احنا سألنا بايه يا جماعة؟ بديد. طيب did you play cards؟ هل لعبت كوتشينا؟ فاحنا لما نيجي نجاوب هنجاوب yes او ايه او no. لو قلنا yes يو على طول تتحول لآي، لما أسألك أنت هتجاوب تقول إيه؟ تقول أنا. طيب يس آي دو ولا داز ولا ديد؟ برافو. ليه حطينا ديد؟ لأني أنا أصلا سألت فوق بإيه؟ بديد. يبقى لو سألت بديد الإجابة فيها ديد، سألت بداز الإجابة فيها داز، سألت بكان الإجابة فيها كان. يبقى أنا بحط في الإجابة على حسب الفعل المساعد اللي كان موجود فوق في السؤال. تمام كده؟ يبقى في الماضي هنسأل بإيه؟ بديد. طب لو مضارع هنسأل بدو أو داز. تمام؟ في الحالتين سواء دو أو داز أو ديد موجودة، فهنا بيجي مصدر. طيب ناخد بالنا كمان إنه على طول لما جاوب بنو يكون في ناط في الفعل، الفعل بيكون منفي. طيب لو إحنا عايزين نتكلم عن بعض الأفعال الغير منتظمة، يعني ايه فعل غير منتظم؟ يعني مش بياخد ايدي في الاخر. drink يشرب في الماضي بقت drank، eat في الماضي تبقى ate، go في الماضي تبقى went، go يذهب في الماضي ذهب، see so، win won، buy boat. يعني ايه see؟ يرى. طيب لو احنا خدنا sea دي سي برضو، بس سي دي معناها ايه حبايبي؟ معناها بحر. يبقى سي دي معناها يرى، والباست بتاعها الماضي بتاعها سو، وين يفوز الماضي بتاعها وان، باي الماضي بتاعها بوت. طيب نقول هنا I won a prize، انا فزت بجائزة. I didn't see a show، لم اشاهد العرض. تمام، ده لو احنا بدأنا بمين يا جماعة؟ بديد. طيب لو احنا بدأنا بأداة استفهام زي اللي عندنا موجودة هنا، لو انا قلت What did he do؟ دايما السؤال ده يجي لك رتب، يجي لك did و do في جملة واحدة ومطلوب ترتبهم، وانت مغمض did الاول. ليه؟ لان المفروض ان did يأتي بعدها مصدر، فانا ما ينفعش احط دو في الاول، لان حتى لو حطيت دو في الاول فلازم يجي وراها مصدر، وديد مش مصدر، يبقى هنحط ديد فين؟ ملهاش مكان. يبقى الصح ان احنا نحط ديد فين؟ في الاول وبعدين دو. دايما السؤال ده يجي رتب What did he do؟ يبقى أداة الاستفهام الاول، بعد كده المساعد ديد، بعد كده الفاعل، بعد كده حبايبي المصدر. هنقول بقى he swept، طبعا هنا كان فيه هي فنزلت الفاعل هي. he swept the floor. الله، امال ديد راحت فين؟ ديد هنا احنا مش محتاجينها، اكتفينا ان الفعل ده هنعمل بيه ايه؟ هننزل هو كان بيعمل ايه بس في الماضي. he swept the floor. طيب ده بالنسبه للباست للماضي. تعالوا بعد كده هو قاعد يحكي لنا على زمن المستقبل الفيوتشر باستعمال كلمتين، يا إما going to أو بكلمة will في المستقبل. طيب لو أنا هنا جيت قلت he is going to take a taxi، هل go هنا معناها يذهب؟ لا. طب عرفنا إزاي؟ هلاقي إن is going to جاي بعدها مصدر مش جاي بعدها مكان، إذن يبقى is going to هنا معناها سوف، يبقى هو سوف يستقل تاكسي أو يأخذ تاكسي. نشوف اللي تحتيها، بيقولك we aren't going to see a film،
إحنا لن نشاهد الفيلم. طب ينفع أقول نحن نذهب نرى الفيلم؟ لا غلط. ليه؟ لأن لو دي يذهب يبقى وراها مكان. برافو، بس ده مش مكان، ده فعل فين؟ في المصدر. We aren't going to see a film. إحنا لن نشاهد الفيلم. يبقى يعني نستفيد من القصة دي إن لو في عندي going to، جي قبلها verb to be في المضارع اللي هو am أو is أو are، وجه بعدها to، يبقى am is are going to، وجه هنا مصدر الفعل inf، اختصار ل infinitive يعني مصدر الفعل، يعني حبايبي فعل بدون إضافات. إذن الجزء ده كله معناه سوف، يبقى he is going to، يبقى is going to من أول is كده، يبقى الحتة دي كلها معناها إيه؟ معناها سوف. طيب يبقى ده استعمال is. طب أنا عايز أنفي، هاجي هنا عند is وحط فيها not، أجي عند am وحط فيها not، أجي عند are وحط فيها not، زي هنا ما عمل إيه؟ we aren't going to، يعني إحنا لن نرى الفيلم. طب لو إحنا جينا نعمل سؤال حبايبي هنعمل إيه؟ هنجيب what في الأول أو أي أداة استفهام، وبدل ما أقول الفاعل وبعدها أما وإذا وآر، لأ ده أنا بجيب أما وإذا وآر الأول وبعد كده الفاعل. ليه يا جماعة عملنا كده؟ لأنه لما أبدأ بمساعد وبعدها فاعل أنا كده عملت صيغة سؤال، إنما لو كان الترتيب العادي فاعل وبعدها المساعد يبقى دي جملة عادية. طب لو أنا غيرت الأماكن خليت أم وإيز وأر في الأول وبعدها فاعل يبقى دي صيغة سؤال. يبقى برضو لما آجي أرتب، لأن ده مهم جدا بيجي كتير ترتيب، يقول لك what are you going to have؟ ماذا سوف تتناول؟ I'm going to have spaghetti، أنا هتناول سباجيتي، مكرونة سباجيتي. طب في طريقة تاني عشان أعبر عن الفيوتشر؟ في. إيه هي؟ باستخدام will. طيب بيجي طبعا الفعل بيجي معاها كل الضمائر، I ويو وي، كل الضمائر السبع ضمائر يجوا مع مين؟ will. طب دي لما نفيها تبقى إيه؟ تبقى want اللي هي will not. خلي بالنا من الأبوستروف دي علشان دي مهمة محدش ينساها. طيب أنا كنت عايزة أفرق بين ثلاث كلمات متشابهين، إيه هما؟ عندنا كلمة want معناها يريد، هنا خلي بالك إن في إيه؟ كلمة went اللي هي الماضي من go معناها ذهب، والكلمة اللي عندنا اللي هي want معناها سوف، لا أو لن. نقول الأمثلة، بنقول she will plant flowers in a spring، هي هتزرع ورد. ناخد بالنا اللي بعد will want نفس الحكاية زي going to اللي بيجي وراهم مصدر، كلهم بيجي وراهم مصدر. طيب يبقى she will plant flowers in a spring، هي سوف تزرع أزهار في فصل الربيع. ومعلومة خطيرة ومهمة إن فصول السنة يجي قبلها حرف الجر in. she won't go skiing، go جاية بعد will not في المصدر، بس الفعل اللي بعد جو هو اللي اخره اي ان جي. طبعا احنا هنحط اي ان جي لكلمة سكي يعني يتزلج، واحنا يا شباب بنروح نعمل سكيينج في فصل الشتاء. ده حبايبي كان باختصار شديد اهم الجرامر اللي جه في السكس يونتس في الكتاب. تعالوا ندخل على الاسئلة اللي استعملناها في الكونفرسيشن او المحادثة. لو ناخد بالنا لما جينا نسأل عن الوقت، عن الوقت قلنا what time is it؟ يعني ايه what time is it؟ يعني كم الساعة؟ الساعة كم دلوقتي؟ it's 7 o'clock، الساعة 7 دي لو ايه؟ لو هي بالظبط. يبقى what time معناها كم الوقت. what is for breakfast؟ انا هنا بسأل على الفطار، انتوا عاملين ايه على الفطار؟ فاحنا هنقول we are having، احنا سوف نتناول.
are وhaving ده زمن present continuous، ده مضارع مستمر يستخدم للتعبير عن المستقبل برضو. بقول we are having، احنا هناكل. طب هناكل ايه؟ beans and eggs، هناكل فول وبيض. للاقتراح بستعمل let's زائد المصدر، بقول let's get some juice، يلا نشتري بعض العصير. لما اقول لحضرتك ان الجو حار it's too hot، الجو حار، يلا نشتري عصير، let's get some juice. كويس. طيب احنا عندنا كلمة let's دي حبايبي اختصار لايه؟ دي اختصار لكلمة let us. اختصار لايه؟ let us يعني هيا بنا. us دي اللي هي نحن، ولكن لما تيجي بعد الفعل او مكان المفعول. ناخد بالنا ان الفعل let معناها يدع او مثلا يسمح لحد انه يعمل حاجة. let يأتي بعدها مصدر، يبقى let يأتي بعدها مصدر. هسأل حضرتك بقى نوع العصير اللي بتحبه. What kind، ما نوع تاني. What kind دي برضو تيجي في سؤال رتب، وفي سؤال رتب بنحتاج بقى مش عارفين نحط kind في أي حتة في الجملة. لا، هي what kind، احفظ على طول ان دي question word، أداة استفهام على بعضها. What kind of juice، ما نوع العصير. Do you want، اللي انت عايزه. طبعا هتقول مثلا pineapple juice، orange juice، apple juice. طيب لو انت مش معاك فلوس وصاحبك كان عزمك هيقول لك it's my treat، انها على حساب. تاني it's my treat يعني على حساب. برضو تاني نرجع للفعل let، زي ما قلت لك لو موجودة في الجملة يأتي بعدها مصدر. let me help you ده لعرض المساعدة. والله انا هقول حد بيرد عليا مساعدة هقول له thanks يعني شكر. عايز احذر حد من حاجة هقول له watch out يعني احترس. هسأل على صحة حد فهقول له are you okay، هيرد يقول I think so. طيب عندنا للسؤال عن المكان حبايبي، عندنا where is the وبعدها الاسم المفرد اللي بسأل عنه. where is the library، أين المكتبة. وهبدأ تحت أوصف لك المكان، هديك directions. فهنا هقول go straight يعني امشي مباشرة في خط مستقيم. it's across from، يعني across from يعني مقابل. the music room هتلاقيها في امام غرفة الموسيقى. طيب ممكن اقول الاتجاهات بس بطريقة تانية، اقول I'm looking for the museum، انا ابحث عن المتحف. is it far، هل هو بعيد. يبقى كلمة far it means it is not near يعني مش قريب. فهو قال له هنا not really يعني مش بالضبط. walk two blocks، عدي عمرتين. then ثم turn right، اتجه يمينا. it is on the left، الميوزيوم اللي بتسأل عنه هتلاقيه on the left يعني على اليسار. حلو. لو انا عايز اسأل واحد إيه انت بتاكل ايه دلوقتي، فهقول له what are you eating، انت بتاكل ايه. هيقول لي I'm eating fried rice، انا باكل رز ايه محمر. يبقى كلمة fried معناها محمر. طيب لما اعزم حد على اكل يا جماعة اقول له try some، تجرب شوية. it's good، انه ايه، انه جيد. سؤال تاني مهم وخطير جدا جدا اسمه what's your favorite subject، ايه هي المادة الدراسية المفضلة. فهتقولي I like math، انا بحب الماث. ليه بقى؟ it's fun. طيب عندنا يا جماعة مجموعة من الverbs، من الأفعال لازم تكون حافظها، ما ينفعش تدخل الامتحان من غيرها. طيب في مجموعة من الأنشطة بعملها في الكامب سايت أو في المعسكر، ودي مهمة جدا. من الكامبينج أكتيفيتيز، أنت بقى وأنت بتذاكر خليك شاطر تجيب الفعل وتحفظ ماضيه بالمرة. cook فعل ماضي بتاعه cooked، listen الفعل الماضي listened. طيب cook breakfast هيطبخ الفطار، listen يأتي بعدها to stories، يستمع إلى القصص. laugh في الماضي تبقى laughed at jokes، يضحك على النكات. climb الام دي يا جماعه
لما يجي بعدها بي اللي هي البي فور بوك اللي هي تبع كلمه بوك، يبقى البي مش منطقه، هتبقى كلايم بس، وفي الماضي تبقى كلايمد، هنحط لها اي دي فقط. كلايم ا ماونتين، يتسلق جبل. واتش ذا سان رايز، يعني يشاهد شروق الشمس. بلاي كاردز، يلعب كوتشينا. Wash the pots and pans، يغسل الأواني والطاسات. Clean the tent، ينظف الخيمة. دي الحاجات اللي أنا بعملها في الكامب سايت. فإحنا عندنا cook، ماضيها cooked. Listen، listened. Laugh، laughed. Climb، climbed. Watch، watched. Play، played. Wash، washed. وclean، cleaned. إيه الاتنين هنا بينظفوا، بس هنا في مية وصابون بغسل بيها، وكلين ممكن أنظف بمناديل عادية بالتيشوز. وقت الفراغ بنعمل الحاجات دي، وخلي بالك إن الأفعال دي هنيجي نصرفها، يعني نوديها الماضي هتبقى أفعال شاذة. drink juice في الماضي تبقى drank. eat cotton candy، يأكل حلوى غزل بنات، فكلمة eat في الماضي تبقى ate. win a prize في الماضي تبقى won a prize، يعني فاز بجائزة. go on a ride، ودي مهمة وخطيرة خطيرة خطيرة، بتيجي كتير في الامتحانات. go on a ride بتيجي في التشوز، مكان go بقى بيجيب كلمة went، يقول went on a ride يعني يركب لعبة في ملاهي. see a show، يشاهد العرض، والماضي منها so. have lunch، يتناول الغداء، الماضي منها had. buy tickets في الماضي تبقى bought tickets. take pictures، يلتقط صور في الماضي تبقى took pictures. طيب كمان في البيت في شوية حاجات بنعملها معاك، سلسلة تانية من الأفعال الشاذة. make the bed، يرتب السرير. feed the pets، يأكل البيتس الحيوانات الأليفة. sweep the floor، يكنس الأرض. take out the rubbish، يخرج القمام. طب make في الماضي تبقى made، ممتازين. feed، fed. sweep، swept. take، took. علمك حاجة ظريفة جدا بخصوص الأفعال اللي في الماضي. لو ناخد بالنا من بعض الأفعال دي هنلاقي متكرر فيه اتنين إيه ورا بعض. فعندنا كلمة مثلا feed، لو راحت الباستا هتبقى fed. meet هتبقى met. sweep هتبقى swept. يبقى احنا عندنا اتنين إيه في الماضي هتبقى إيه واحدة. يبقى feed، fed، يأكل، هنا أكل خلاص أو أطعمه. meet يقابل هتبقى met، قابلة. sweep يكنس هتبقى swept، يعني كنس. بعض الأفعال بتفضل زي ما هي، زي كلمة put put و set set. طيب عايزك تخلي يعني بالك من معنى take في الجمل الآتية. أصلا take لوحدها معناها يأخذ. ما أقول take pictures، يلتقط صور. take out the rubbish، يعني يخرج القمامة. و take a taxi، يعني يستقل تاكسي. إذا كلمة take يا جماعة هنا معناها بيتغير على حسب الكلمة اللي بعدها، يبقى ناخد بالنا. take pictures، يلتقط صور. take out the rubbish، يعني يخرج القمامة من المنزل. take a taxi، يركب تاكسي أو يستقل تاكسي. لما take لوحدها معناها يأخذ. تعالوا نشوفوا إحنا بنعمل إيه في البيت. عندنا هنا كلمة make the bed، برتب السرير. طب make في الماضي تبقى made، برافو. feed the pets، مأكل الطيور، وفي الماضي تبقى fed. sweep the floor، بكنس الأرض، وفي الماضي تبقى swept. take out the rubbish، بخرج القمامة، والماضي took. do the laundry، بعمل الغسيل والمكوى، فدو الماضي منها did. hang up the clothes، وال THES محدش يقول clothes يا حبايب، هي كلوز كلها، كل الحتة دي هنطقها كأنها حرف الزاي. hang up the clothes، ها يعني علق الملابس. hang في الماضي تبقى hung. set the table، برضو هي set the table، يعني جهز التابل. put away the groceries، يرجع البقالة في مكانها،
يعني دلوقتي لو انا قاعده في مكتبه والناس نزلت كتب على الترابيزات تقرا، لو انا عملت put away the books يبقى انا رجعت الكتب في مكانها. تمام. طيب بعد كده عندنا شويه افعال مهمه جدا. see a film، يشاهد فيلم. see في الماضي تبقى so. download a video يعني يحمل فيديو، downloaded. ride the bus يركب الاتوبيس، ride في الماضي تبقى rode. في فرق حبايبي بين ride و read. ناخد بالنا في الفرق ما بين الكلمتين. كلمة read معناها يقرأ، إنما ride معناها يركب. فكلمة ride the bus معناها يركب الأتوبيس، إنما كلمة read معناها يقرأ. read a book مثلا يقرأ كتاب. ride هنا معناها يركب والماضي بتاعها rode. visit a friend يزور صديق، في الماضي تبقى visited. buy an ice cream يشتري ice cream، في الماضي هتبقى bought. send an email يرسل ايميل، في الماضي تبقى sent. get a haircut يحصل على قصة شعر، في الماضي تبقى got. take a taxi في الماضي تبقى took a taxi يعني يستقل تاكسي. عندنا كمان بعض المأكولات المهمة زي green salad كباب، french fry أو french fries، beef burger burgers، spaghetti، barbecued chicken، orange juice، lemonade. آخر حاجة عندنا في unit 6 كان بيتكلم على ال seasons أو فصول السنة، ودايما بجيب قبلها حرف الجر in. ماشي حبايبي؟ يبقى in plus بقى in spring في فصل الربيع، in summer في فصل الصيف، fall أو autumn الاتنين نفس المعنى معناهم الخريف، in winter في الشتاء. طيب احنا بنعمل ايه يا جماعة؟ build sand castle. sand castle قلعة رملية، عندنا اس وراها تي مش بنطق التي. sand castle قلعة رملية، دي هروح ابنيها وانا في السمر في الصيف، on the beach على الشاطئ. طب كلمة build يا جماعة ماضيها built. plant flowers، plant flowers يعني يزرع ايه؟ يزرع ورد. طيب انا هزرع ورد. كلمة plant الماضي بتاعها planted. عندنا pick apples in spring طبعا، pick apples يعني يقطف التفاح والماضي منها picked. go to the beach يذهب إلى الشاطئ، وده بيبقى in summer. go في الماضي تبقى went. play in the leaves، leaves أوراق شجر، والمضارع والمفرد منها leaf، leaf يعني ورقة شجر واحدة. طيب وليفز اللي هي دايما اللي اخره اف، اجي اجمع يبقى في اي اس في الاخر، معظم الكلمات كده. بلاي في الماضي تبقى بلايد. جو سكيينج في الماضي تبقى went skiing. وجو يا جماعه يجي وراها فعل اخره اي ان جي. طيب هنيجي بقى للجزء الثاني من الفيديو بتاعنا، ازاي نحل سؤال اللي تشوز في الامتحان. الامتحان عندنا حبايبي بيبقى عبارة عن نص استماع في الأول، بيبقى 1 2 3، وهو بيقول لك الكلمة اللي هنا اللي بتسمعها بتعمل عليها circle. نفس الحكاية بتكمل هنا برضو، بيجي في أو في اللجنة بيقول لك ايه الفراغات اللي ناقصة ديت وانت بتكمل. طيب آخر حاجة عندنا حبايبي هو circle the odd word and replace it with a correct one. يعني في هنا ثلاث كلمات ليهم علاقة ببعض، واحدة مختلفة هنشيلها ونجيب كلمة رابعة تناسب التلاتة اللي موجودين. هنا عندي bread juice water tea، ده بيتشرب لأنه شاي، المية بتتشرب لأنها مية، الجوس العصير بيتشرب، إنما مين مش بيتشرب؟ البريد. تمام، يبقى مين اللي مختلف عندنا؟ كلمة bread، ونحط مثلا مكانها كلمة ملك. يعني ايه ملك يا حبايبي؟ يعني لم. جينز جون ماي مارش، مهم قوي نبقى حافظين شهور السنة. طيب جون وماي ومارش فصول شهور سنة، ولكن جينز حاجة بتتلبس، هنحط مثلا هنا كلمة جولاي، جولاي اللي هو شهر يوليو.
طيب tiger horse lion father اللي مختلفة ايه يا حبايبي؟ father طبعا لان دول wild animals. وهنحط مثلا هنا dog لو احنا عايزين نطلع كلمة نعمل لها replacement، نعمل لها استبدال بكلمة من عندنا. write write withdraw read. هناخد بالنا ان read يقرأ، draw يرسم، ورايت يكتب، انما رايت دي معناها صحيح او يمين، فدي صفة ملهاش علاقة بيهم. هنحط حاجة مكانها مثلا وليكن الفعل go. garden teacher school house عندنا house مكان، school مدرسة مكان، و garden حديقة. اللي مختلف عندنا كلمة teacher، هنحط مثلا هنا park يعني حديقة عامة. ممتازين. بعد كده سؤال فيلن جابس ويجيب كلمات والمفروض ان احنا نحطها في الفراغات ده. اسهل طريقة يا جماعة لحل السؤال ده هو انك تشوف ايه اللي قبل وبعد النقط. طيب نبص هنا، بيقول غدا tomorrow is Friday، سلمى and هدى are going to the، ذاهبين الى. طب يا ميس عرفتي منين ان دي ذاهبين الى؟ ما انت من شوية الى ان دي ممكن تكون سوف، are going to، هقول ايوه لانه مش جاي بعدها يا جماعة مصدر، جاي هنا the الكذا، يبقى ده مكان مفيش فعل يجي قبليه ذا. يبقى مين عندنا فوق هنا اللي ينفع مكان؟ كلمة ايه؟ كلمة زو. يبقى سلمى and هدى are going to the zoo. تمام كده، they are going to، هما سوف يعملوا ايه في الباص؟ هيركبوا اتوبيس، يبقى ride a bus. يبقى هنيجي على ride ونكتب رقم 2. سلمى is ايه يا جماعة؟ is going to see، سوف تشاهد. see ايه بقى؟ see the، عندنا هنا animals for with. طبعا احنا رايحين الزو، يبقى هنشوف ايه هناك؟ animals. برافو، يبقى دي number 3. Then they are going to eat an ice cream. After that، بعد كده they are going to play cards، هيلعبوا كوتشينة. Not their friends، مع أصدقاء. يبقى احنا عندنا هنا كلمة with معناها مع، هتبقى دي number 4. السؤال اللي بعد كده هو سؤال القطعة، أنصحك تقرأ القطعة أكتر من مرة علشان تفهم هو عايز إيه. في عندنا ثلاث أسئلة true أو false وسؤالين تحتهم أجب عن الأسئلة الآتية. يعني كده بقى القطعة عليها خمس أسئلة. القطعة عليها كام يا حبايبي؟ خمس أسئلة. نقرأ القطعة مع بعض بالراحة. بيقول I like my friend داليا، أنا بحب صديقتي داليا very much. يبقى داليا is my friend، true ولا false؟ يبقى ديت ايه؟ دي true. داليا goes to school at 8 o'clock، بتروح المدرسة الساعة 8. تعالوا نشوف هي بتروح فين. she is good at school، هي شاطرة في المدرسة. all the teachers like her because she always gets high marks، يبقى ليه المدرسين بيحبوها؟ بيقول هنا في السؤال why do teachers like داليا، ليه بيحبوها؟ بيكوز، لأن لما أسأل بي واي لماذا، يبقى الإجابة لأن. ده السؤال كده رقم 5. هناخد الجزئية دي كلها ونحطها عند رقم 5 تحت. because she always gets high marks، عشان هي دايما بتجيب درجات عالية. طيب she goes to school at 8 o'clock، بتروح فعلا المدرسة الساعة 8، يبقى دي كمان ايه؟ true، يبقى ديت صح. she wears blue uniform، تلبس اليونيفورم بتاعها لونه بلو ازرق. she's got long black hair، شعرها اسود طويل. she helps her friends study school subjects، بتساعد اصحابها في المذاكره. she lives in a house near us in منصوره، يبقى البنت دي عايشه فين يا جماعه؟ في المنصوره. فهنا بيقول where does داليا live، اين تعيش؟ فاحنا هنقول in منصوره، في المنصوره. خلاص. طيب في كده سؤال ما جاوبناش عليه، بتقول داليا helps her friends play cards، بتساعد اصحابها في لعب الكوتشينة. فاحنا هنقول فولس، لا هي بتساعدهم في المذاكرة. سؤال الترتيب عندنا هنا غالبا يا جماعة بيجي من الكلمات اللي احنا لسه قالينها، يا اما انشطة في المعسكر، يا اما انشطة يومية. الحاجات دي كلها بتيجي مهمة جدا عشان الترتيب.
طيب هنا في out و took و they و the rush. بما اننا هنبدأ من عند they الفاعل، احفظ كده انه بعد الفاعل لازم يبقى فيه فعل. ما حدش يقعد يحط ذا ويحط ماي وحاجات غريبة دي، لا هنحط ايه؟ زي ادور على فعل بعدها. فانا خدت حتة على بعضها كده اسمها took out the rubbish، يعني خرج القمام. يبقى هما بيعملوا ايه؟ they took out the rubbish، بيخرجوا القمام. عندنا هنا علي وriding و is bus the. عندنا فعل مكون من is والفعل اخره ing، يبقى اكيد دول هيبقوا ورا بعض. علي بيعمل ايه؟ علي is riding ولا riding is brave؟ هنحط المساعد الاول، يبقى علي is riding الاوتوبيس، يبقى the bus. how طبعا اوعى تكتب how وايه وتسكت. how about ماذا عن او ما رايك فيه؟ هي what about الاثنين يستخدم في الاقتراح. how about some orange juice؟ ايه رايك في بعض من عصير البرتقال؟ بعد كده عندنا color is و favorite your. احنا عندنا what لوحدها مش هتنفع، فعندنا what color يعني ما لون. طيب لو انا قلت what is ماذا يكون your favorite color لونك المفضل، يبقى what is your favorite color ما هو لونك المفضل. تمام. طيب بعد كده هنيجي على السؤال بتاع الكامب سايت، سؤال المعسكر، وده عليه جمل مشهورة جدا. عشان نعمل السؤال اللي زي دوت هو مطلوب من حضرتك تعمل خمس جمل. طيب السؤال اللي زي ده يا جماعة، أول حاجة بنوصف المكان، بنقول المكان فين. بعد كده نتكلم عن الأشخاص. بعد كده بنتكلم هما بيعملوا إيه، ونقول حالتهم، يعني هم سعداء ولا زعلانين ولا حكايتهم ايه. هنا هنقول they are in the campsite. There is two girls. There are two girls and their mom. There is a boy. أو there is a father. There is grass. في عشب. ممكن نقول they are having a breakfast. هما بيتناولوا الإفطار. We they are happy. دي كانت حالتهم. هنكتب الجمل دي ازاي؟ تابعوني. هنقول حبايبي زي ما اتفقنا هم فين المكان الاول. They are at the campsite. هم في المعسكر. They are two girls. There are يعني يوجد للجمع، في بنتين. There is a man. يوجد رجل. There is a woman. في امرأة. بيعملوا ايه يا حبايبي؟ they are eating. وفي الاخر خالص they are happy. دي حالته بمنتهى السهولة. دي كده الخمس جمل عن الكامب سايت. بعد كده عندنا سؤال punctuation. عندنا are you in primary 5 ندى؟ هناخد بالنا ان ده سؤال اول حرف فيه capital، وطبعا طالما قلنا بدأنا فعل مساعد ده سؤال، يبقى في الاخر هنعمل question mark. ولمحنا هنا كلمة ندى، الان بتاعت ندى، واي اسم يا جماعة يجي لك اخر الجملة يبقى ده مخاطب، يبقى فيه قبليه كاما، وخلصت الايه الجملة على كده. It is hot in July. فالاي هعملها كابيتال، دي كده جملة عادية ناقص الابوستروفي. It is hot in July. شهور السنة بتتكتب كابيتال ليتر وفي فول ستوب في الاخر يعني نقطة. اتمنى تكونوا استفدتوا. ان شاء الله هنعمل فيديو تاني في حل اهم المحافظات اللي ممكن تيجي في الامتحان، يجي يعني زيها في الامتحان، وبعض الحاجات اللي بيتلخبط فيها حبايبي لما بيجوا يكتبوا خمس جمل على الصورة. ان شاء الله استنونا باذن الله. يعني اي حد هيبقى عنده مشكلة يا جماعة في حل الامتحانات، سؤال مش عارفه، يكتبه لي في الكومنتس. كان معاكم فاطمة البنا، شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.